مع بداية الألفينات في آخر 18 سنة العالم ابتدأ يتطور، والتطوير ده لمسناه في الأجيال الحالية لحد ما وصل الموضوع للجواز وبقى فيه كتب كيف تصطادين عريسا، لحد الموضوع ما وصل للشقط وبقى فيه فكرة الشقط ما بين الشباب والبنات. تعالوا نشوف رأي الشباب والبنات إيه في موضوع الشقط، خليكم معانا. تشقط قبل كده او تشقط؟ اه اكيد طبعا تشقط، اكيد طبعا. اه طبعا. ولو بابا شاف التقرير ده هنعمل ايه؟ هياخدني. تشقط؟ لا بصوا، بصراحه الموضوع ده احنا ممكن نشقط. نتشقط يعني انا وبشد شادي انا وممكن يعني بنشقط بطريقه واحده، بنقف كده اصلا بنعمل كده، بعد كده بنعمل ايه؟ هو ده. وبعد كده بنروح ايه؟ بنروح سوري كنت فاكر برتقال كده على طول. على طول تتكسف في الاول حكاتي ما بشوطش. بتتشقط ولا بتشقط؟ كذاب، انت لسه شاقط جوه شله كامله. ده ما زروح يتشقط. انا بفكر يعني بسالك. لا انت بتفكر تشقطني؟ ايه يا عم في ايه؟ انا مش دعوه يا عم. طب ايه؟ عشان تشقط لازم تبان عليك انت محترم، عشان تشقط تلاقي مساء الخير. المسجد فين؟ المسجد فين؟ لا انا عادي، كنت قاعد في المواصلات وجنبي واحده، فعادي هي شكلها مش عارفه الطريق، جايه بتقول لي هي الصينيه اللي في التجمع فين. قلت لها دي صينيه بالظبط. والله الموقف حصل بجد. انا صينيه بالظبط، قالت لي في التجمع الاول، قلت لها عند الشبراوي، قالت لي اه. بس وقعدنا بقى ونتكلم، وانت عامله ايه وانت في سنه كام؟ باللبس. 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 ثاني حاجه بقى تخش عليها كده، ازيك عامله ايه، تقول لها اكيد هتقول لك الحمد لله. ده عادة مؤكد. وبعد كده بقى تعمل كده هتقول لك الحمد لله، ده طبيعي. اه وفي بقى بنت يعني محترمه هتقول لك امشي يلا يا ابني. طب انت بتحب البنت المدملكه ولا فرنساوي؟ اه ده السؤال كويس، ده احنا لسه كنا مفيد. انا موت في الفرنساوي، يعني اديني فرنساوي كتير، انا بحبه. المدملكه راجل شرقاوي. اه صعيدي. ايوه بحب اللحم. فرنساوي بحب فرنساوي. اه ايه فرنساوي بالنسبه لك مفهومه ايه؟ مفهومه يعني ايه؟ بص يعني جسمي كده فاهم، يبقى ممتاز كده هو فاهمني، اللي هو ايه يعني نازل كده ايه يعني سمباتيك كده هو فاهمني، مش حاجه مدهنينه وحاجه طالعه وحاجه خارجه وجع بطن. لا مدملكه طبعا. مدملكه. امال ايه؟ تحب الولد العضمضم اللي زي حالاتي ولا الولد المنفوخ؟ لا المنفوخ ده هبل، ايه القرف ده؟ العضمضم. اه عضمضم. مش عضمضم قوي. انا كنت بحب فرنساوي، بس بصراحه الراجل ده حببني في المقلبس. المقلبزه اللي يعلى عليها. اسمين صبري. اسمين صبري. اسمين صبري. صلى على النبي. ليه البوس بيقل بعد الجواز؟ بيقل؟ لا بيزيد. متأكد؟ جدا. انا واثق. ان في حاجات احلى من البوس. مين قال الكلام ده؟ مين قال كده؟ مين قال الكلام ده؟ تختلف. مين قال الكلام ده؟ بس هقول لك ليه؟ ليه؟ انت دلوقتي بتبوس في واحدة. خلاص بصت فيها كتير، زهقت منها، عايز تجدد، يعني فاهم لازم تجدد. عشان النظافة بتقل بعد الجواز. نظافة البيت؟ ضفت المدملك. لو دخلت جامعه مثلا زي طب، لا واكبر عليهم ربنا يحميهم كلهم زي العسل. ما بعرفش الشوطه عشان تبقى عارف بتوع طب دول. بس عادي اه، بص اللي واقفه دي موس عادي، ممكن تشقط دي موس. ايه؟ وزي ما شفنا افكار الشباب ما بتخلص، كل يوم في تطور. يا ترى تحب ترتبط ببنت هي اللي شقطك ولا انت اللي شقطها؟ كان معاكم يوسف رمزي، مصر اونلاين.